بشجع نادي الاهلي. متخوفين من فريق الاهلي؟ لا ان شاء الله نكسب. ان شاء الله. يعني ربما اليوم كيفاش جاتك المغرب؟ يعني كيفاش جاك يعني ربما الاجواء اللي كتعيشوا اليوم؟ انا مبسوطه قوي جدا ومبسوطه ان انا سافرت المغرب عشان اشجع نادي الاهلي، ودي اول مره ليا اني اخش استاد اصلا، فمتحمسه جدا ويا رب تبقى يعني اكسبيرينس حلوه ليا. نتيجتي لما المقابله اليوم النتيجه ايه؟ ان شاء الله 2-1 للاهلي. 2-1 2-1 للاهلي ان شاء الله. مرحبا بك في المغرب. شكرا. مرحبا. اتفضل رجاء من ودا سقفو. اولي 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 إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.